أنا قلت امبارح بعد في أمامنا آخر 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 أمتار من المسابقة. أجواء إيجابية في ملف تأليف الحكومة بين رئيس الحكومة المكلف والرئيس اللبناني. احنا على وشك نألف حكومة جديدة خلال أيام. معطيات متقاطعة تشير إلى اقتراب تشكيل الحكومة في ظل تطورات داخلية باتت ضاغطة وإصرار دولي على ضرورة الخروج من الأزمة التي ما زالت تعصف بلبنان. لا شك أن الأفرقاء توصلوا إلى معطيات إيجابية تساعد في عملية اقتراب صدور مراسيم الحكومة المنتظرة، وهذا الأمر على أبعد تقدير قبل نهاية الأسبوع الجاري. الجميع يحاول النزول عن الشجرة، سواء فريق رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وكل الأفرقاء، لأنهم لا يستطيعوا أن يتحملوا هذا المشهد من التفلت الاجتماعي وكل هذه التحديات، لذلك يسرعون على عملية التأليف. لكن هناك عملية مفاوضات قاسية وشديدة باختيار الأسماء وإسقاطها على الحقائب. ترتكز الحكومة المنتظرة على مخاصصات بين القوى السياسية وعلى شخصيات بولاءات سياسية وعلى برنامج قال ميقاتي إنه حاضر في ذهنه، ويتوقع الخبراء أن تواجه هذه التشكيلة إضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحديات عدة. هذه الحكومة في حال ولدت تحتاج إلى أو تواجه تحديين أساسيين كبيرين وخطيرين. التحدي الأول عدم ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي. المنظومة السياسية تبحث عن تركيبة تدير الأزمة في حين المجتمع الدولي يريد حكومة إنقاذ. التحدي الثاني هو إطلاق مفاوضات جدية مرتكزة إلى خطة واضحة مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من القعر الذي يرزح به. ووسط الفوضى العارمة التي يشهدها الشارع اللبناني، يترقب كثيرون هذه الأمطار الأخيرة على حد تعبير الرئيس المكلف نحو تشكيل حكومة طال انتظارها. أيا كانت الحكومة المقبلة، يبقى السؤال الأهم لدى اللبنانيين حول مدى قدرتها على حل الأزمة غير المسبوقة وإخراج البلاد من القعر الذي وصلت إليه. سلمان العندار، سكاي نيوز عربية، بيروت. شكرا لمتابعتكم، اشتركوا الآن في قناتنا على يوتيوب.